وللمزيد حول تجدد التظاهرات في محافظة ذي قار استمرارا لثورة تشرين، معنا الناشطة في التظاهرات الدكتورة بشرى عبد الصاحب. دكتورة بشرى، بداية أهلا بك. من جديد الناصرية تخرج بتظاهرات تؤكد على مواصلة الثورة، كيف تقرأين استمرار الحراك الشعبي هناك رغم القمع الحكومي؟ تفضلي. نعم، شكرا لكم ولهذا اللقاء في هذه الظروف الحرجة من محافظاتنا المنتخبة. حقيقة هذه الانتفاضة ما زالت مستمرة وإن شاء الله ستستمر بوجود القوة الدافعة لشبابنا، وهي حب الوطن وحب التغيير وأيضا يعني إرجاء الحقوق المكتوبة من قبل هذه الحكومة. حقيقة ما زالت شبابنا مستمرة بالخروج، وهي تحمل في طيات أنفسها التغيير وحب الوطن، وأيضا ما آلت له هذه الحكومة من عذابات للمتظاهرين ومن قتل وخطف ويعني شلون نقول يعني أصبحت هناك أمور غير قابلة للسكوت عنها حقيقة. فشبابنا مستمرين وما زالوا مصرين على هذا التغيير وهذا الانتفاض. دكتورة بشرى، يعني استهداف نشطاء التظاهرات مستمر كما تعلمين، وآخر هذه الاستهدافات كانت لمنزل الناشط عباس الشاطي شمالية ذي قار. هل هناك ضوء أخضر حكومي باعتقادكم للقضاء على التظاهرات وبكل الأساليب؟ بالتأكيد لا شيء يأتي بدون ضوء أخضر، لأنه الإنسان عندما يتصرف معناته هناك سد أمين من ناحية العقاب، أو هو مسنود، او ربما لا يخاف لان يعرف هناك انفلات في القوانين وانفلات في المحاكم وانفلات في كل العقابات التي تسنها المفروض الدوله انه تكون حازمه في موضوع العقاب. ونحن كم طالبنا ب يعني ردع هؤلاء المعتدين وردع هؤلاء الميليشيات المرتزقه اللي هم عاشوا ما عاشوا في ارواح اولادنا واجسادهم. فالتأكيد هناك ضوء أخضر، والتأكيد هناك سند كبير وقوي من قبل الجميع، يعني حقيقة ما موجود بالحكومة ومن جوار البلد. كما تعلمين طبعاً، كما تعلمين دكتورة بشرى، يعني هناك تظاهرات خرجت في بابل احتجاجاً على اغتيال الناشط في التظاهرات صلاح العراقي. السؤال هنا، هل سنرى موجة أخرى للثورة في بقية المحافظات؟ هل هذا قابل لأن يحدث في قادم الأيام؟ نعم، بالتأكيد المحافظات كلها منتفضة، حتى اليوم البصرة اليوم منتفضة، أيضا هناك مظاهرات قوية بالبصرة، وهناك أيضا ضرب وهناك مطاردات للشباب، حتى على المطارات بدأوا يطاردوهم يعني حقيقة. فمستمرة ثورة ومستمرة في كل المحافظات المنتفضة، وإن شاء الله النصر قريب إن شاء الله، لأن هؤلاء فقدوا مصداقيتهم مع أنفسهم، فقدوا مع أنفسهم، والعالم أيضا أصبحت صورتهم سيئة أمام كل العالم، وعرفوهم وشخصوهم بالأسماء عرفوهم وسيصطادوهم كما اصطادوا قبل ان شاء الله. نعم. طيب، في سؤالي الاخير اليك دكتوره بشرى، يعني كيف انعكست عمليات اغتيال واختطاف الناشطين على الشارع العراقي، لا سيما على المتظاهرين في مختلف ساحات الاعتصام في ظل تصاعد الغضب الشعبي؟ كيف انعكس نهج الحكومه والميليشيات على الغاضبين في الشوارع؟ تفضل. للأسف أنا أقول الشارع العراقي، وأقصد به المواطن العراقي، هو صامت وساكت على كل شيء، يرضى في كل شيء، لأنه أصبح إنسان ذليل، ويعني يخاف أنه يفتح فمه ويتحدث بما يحدث في البلد. لو تكاثف المجتمع كله لما بقي هؤلاء بتصرفاتهم الطائشة أو تصرفاتهم الرديئة بتصفية شبابنا وتصفية بعض العوائل. فهؤلاء حقيقة، بينما الشارع الانتفاضي وساحات التحرير وساحات التظاهر هي تغلي بشبابها وتغلي بدماءها وتغلي بكل مبادئها التي تتدفق مع شريانها إلى يعني أن نقول هناك ثورة عارمة إن شاء الله، وستستمر هذه الثورة وستتكرر في مواعيد محددة معينة. نحن وضعنا مواعيد محددة هناك سيخرج بها شبابنا إن شاء الله. دكتورة بشرى عبد الصاحب، الناشطة في التظاهرات، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.